إذا للحديث عن الوعود الحكومية بالسيطرة على المعابر الحدودية وتحولها إلى ممر لعبور المخدرات، انضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. دكتور محمد، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون لا تزال المعابر الحدودية الحكومية بيد الميليشيات رغم أهميتها القصوى، خاصة من الناحية الاقتصادية والأمنية للدولة. ما سبب ذلك دكتور محمد؟ اهلا بكم وبمشاهديكم الاكارم، مرحبا بك. بالنسبه للمنافذ الحدوديه من شمال العراق الى جنوبه وكل المناطق المتواجده في هذه المنافذ هي لها اهميه اقتصاديه عاليه في توفير المال للدوله. نعم. في سيطره الدوله على هذه المنافذ، ولكن للاسف هذه المنافذ مسيطر عليها من قبل ميليشيات الأحزاب القائمة حاليا، والذي يجري الآن هناك طريقة معينة تستخدمها هذه الميليشيات من أجل توفير المال لها في عملية تهريب المواد الغذائية كانت والأسلحة والمخدرات وكل الأمور التي تأتي من هذه المناطق الحدودية لمصلحتها الشخصية، بالتواطؤ مع أجهزة تعمل ضمن هذه المنافذ الحدودية. وللأسف دكتور محمد، ولكن وسائل الإعلام الحكومية يعني تصف هذه المرحلة، مرحلة السوداني، بأنها مرحلة النزاهة، ولكن في هذا الإطار هل يستطيع السوداني أن يغير أو يكافح الفساد القائم في هذه المعابر؟ أنا باعتقادي من الصعوبة بالمكان أن يغير، لأن السوداني جاءت به نفس القوى هي التي رشحته لاستلام مركز هذا المركز المهم القائم على أساس تشكيلة حكومة جديدة تظهر على عتبة الحكومات السابقة. نعم. والتي هي كانت ولا زالت كبديل عن تلك الحكومات. هذه الحكومات تأخذ نفس المسار والمجرى في الأمور التي تمت منذ عام 2003 ولحد الآن، بما فيها عملية التهريب والعمليات الأخرى التي تقوم. وسيكون السوداني هو المحك عليه في عملية تقليص هذه الأمور، ولكن أنا أجد أن هناك ضغوط سوف تكون على السوداني من قبل هذه الأحزاب التي رشحته لاستلام هذا المنصب وفرضت عليه عدد من الوزراء من هذه الأحزاب والقوى المؤتلفة في الإطار التنسيقي. ولكن دكتور محمد، المتتبع للشأن العراقي يلاحظ تغاضي الحكومة عن عمليات تهريب المخدرات التي تجري في المعابر الحدودية. نتحدث عن مخدرات وهو ما سيضر بالاقتصاد الوطني، ما سبب ذلك دكتور؟ بالتأكيد أن عملية تهريب المخدرات المقصود منها هو تدمير المجتمع العراقي وإفساده على هذه الطريقة لاستخدام المخدرات، ولذلك أن هناك عملية مبرمجة من أجل تدمير هذا المجتمع وإفساده، ولذلك تكثر كثير من الحوادث. وللأسف أن هناك عملية تهريب لهذه المخدرات جاري على قدم وساق في المنافذ الحدودية، ولذلك نجد من الضروري وقف هذه العملية أولا بتثقيف المجتمع العراقي، كما أجد من الضرورة أنه عدم استخدام الطلبة والنساء والأهل في عملية تدمير هذا المجتمع قائمة من قبل دول الجوار خاصة. نعم. دكتور محمد، هيئة الجمارك ضعيفة بهذا الشكل أمام سلطة الأحزاب والميليشيات، هل
أن وحدها تتحمل مسؤولية يعني أن تكون المعابر غير خاضعة لسلطة الدولة، هل تتحمل المسؤولية لوحدها دكتور؟ أنا أعتقد أن هيئة الجمارك المتواجدة على هذه المنافذ متواطئة مع المهربين، ومنها قسم كبير هو يعتمد، أو بالأحرى هناك علاقات متشابكة بين الأجهزة الموجودة في هذه المنافذ وبين الناس المهربين من الأحزاب والقوى المتواجدة في العراق، في داخل العراق، ولذلك يتم عملية التهريب عن طريقهم بإفسادهم بالرشا. وكذلك موقف هذه الهيئات الجمركية غير مسيطر عليها من قبل الدولة، وليست هناك أجهزة رقابية معينة ممكن أن تحد من نشاط هذه الهيئة الجمركية أو تلك. إذا ما تحدثنا دكتور، إذا ما تحدثنا عن الحلول، هل تعتقد أن نظام أتمتت يعني تحويل النظام إلى إلكتروني أتمتت المعابر الحدودية وأيضا هيئة الجمارك، هل تعتقد أنه يمكن أن يحل معضلة الفساد الحاصلة في العراق؟ تعتقد ذلك؟ والله يعني أعتقد أنه لا يحل هذه المشكلة، لأن هناك أساليب متبعة من قبل المهربين هي تجاوز عمليا الأتمتة التي ممكن استخدامها في هذه المعابر، منها الطيران المسير ومنها مناطق أخرى خارج معابر الحدود، ولذلك ممكن أنه تتخذ إجراءات على مناطق حدودية معينة من أجل الحد من نشاط هذه المجاميع التي تدخل إلى العراق عبر مناطق غير خاضعة للجمارك أو لأجهزة الأتمتة التي تكون هناك موجودة في هذه المنطقة أو في هذا الإطار المتواجد على الحدود من أجل السيطرة على المنافذ الحدودية. من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، شكرا جزيلا لكم.